بقى يقول لك طفي تليفون، مي لو كان جات باش يحبس يقول لك ايه تليفون شويه احترام، لانه الصحفيين ما احترموش انفسهم باسئلتهم المستفزه او بجمال كان يجي الوقت هذاك وانسان مربي. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش راكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا اراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل حب والاحترام للجميع. في هذا الفيديو باش نسمع معنا تصريح مهم وتصريح جيد ورائع جدا من فاروق بالقايد، اللي تكلم كلمة الحق ودافع على جمال بالماضي، وعجبتني طريقة كلامه. هذا علاش حبيت نشارك معكم هذا الفيديو، وراح نتكلم في تفاصيل مهمة جدا اللي تكلم عليها هو ورد فيها على صحافة العار وعلى أعداء المنتخب الجزائري بصفة عامة. اسمعوا معنا كلامه، مهم جدا، وما تنساوش تعطونا رايكم في التعليق لان رايكم مهم ايضا. كمدرب ولا سيلوتيرا انا ما اقدرش، انا مناصر ولا نكون صحفي ولا نكون، ما اقدرش انا نعرف واش المدرب الدور ديالو. بعد لوط فيرا مدرب يقول لك مدرب يقدر من الدار يكون كونسونطري وعنده الخدمه ديالو البرنامج ديالو، منا مام اللاعبين ديالو يكونوا 3000 كيلومتر ولا عنده خدمة ديالو ما لازمش. هو دوكا داري بالتشكيلة ديالو، علاش نقولوا احنا عنده تشكيلة؟ عنده تشكيلة كيما يقول لك ليست إيلارجي، سي با 50 جوار ولا 40 جوار. هو ما يقدرش باش يروح للشامبيون تاعنا، كاين الناس يقول لك علاش ماشي يشوف لي ماتش كذا، وعنده لاعبين يتبع لاعب كل لاعبين اللي راهم في الذهن ديالو، اللي عنده كيما يقول لك معلومات عليهم، ويقعد يتبع ويجي ما يروحش هو يروح يشوف ان ماتش هكذا بقى لا وعجبو هذا جوا اليوم دار ان كرون ماتش هذا هو. سي با كوم سا ان اونترينور كيما يقول لك ناخب وطني والناس هادوما ما بيهمش باسكو ما يقدروش يدخلوا ماهوش مدربين. علاش راح؟ علاش ما جاش؟ علاش ماهوش يقعد؟ شنو الهدف تاعهم فاروق بالقايد حسب رايك؟ شوف قبل ما يبدا يهضر فاروق ويهضر على السبب والهدف تاع هاد الناس، هدف تاع هاد الناس هو واضح، انهم ضد جمال بالماضي لا اكثر ولا اقل، وحبوا يخلقوا البلبل، لانه من الناس اللي كانوا يتكلموا ويقول لك علاش جمال بالماضي ما يجيش ويقعد في الجزائر. شكون اللي قال هذا الكلام؟ قالها وحيد رفيق، قالها حسين جناد، وقالها علي بن شيخ. علاش جمال بالماضي ما يجيش ويبقى هنا في الجزائر؟ بقى جمال في الجزائر هنا ما راح يغير ولا اي شيء، ما راح يطور ولا اي شيء، وما راح يسقم ولا اي شيء، لانه البطوله الجزائريه كل الناس تعرف انه عندنا بطوله ضعيفه جدا. جمال بالماضي كيجي لهنا الجزائر ويريح، واش راح يدير؟ باش يشوف اللاعبين، باش يراقب اللاعبين. بطولتنا ضعيفه، عندنا اللاعبين ثلاثه او اربعه اللي هما ممكن يشوفون في المنتخب، عندك بالليلي، عندك بالعيد، وعندك اسامه بن بود. اكثر من هادو غير موجود حاليا في البطوله الوطنيه اللي عندهم مؤهلات باش يلعبوا في المنتخب الوطني. يعني انه جمال بالماضي باش يجي ويقعد في الجزائر هذا امر زايد وما عنده اي فايده. ثاني شيء، جمال بالماضي تكلم كم من مره وقال لك انا نشوف البطوله الجزائريه ونتابع، يتابع سواء من التلفاز، زايد على ذلك مدرب محترف كجمال بالماضي والمدربين الكبار موش يخدم وحده. جمال بالماضي مدرب ولكن عنده ستاف كله، عنده الاعضاء كله، عنده الناس اللي يخدموا معاه، ستة سبع عباد اللي يخدموا معاه، وعنده شكون 1000% شكون اللي هو مكلف هنا بالجزائر اللي يروح يشوف المباريات ويراقب اللاعبين ويلاحظ اللاعبين ويمد الاحصائيات والارقام لجمال بالماضي على اللاعبين اللي طلب منه باش يراقبهم. وكل المدربين يخدموا بهذه الطريقه، سواء كان في فرنسا، في اسبانيا او في المانيا. عمري ما شفت انا مدرب المانيا يتنقل يروح لريال مدريد باش يتفرج على كروس. لا، كاين تلفاز، كاين تقنيات متطوره، كاين ناس مخصصين اللي يديروا يخدموا معاك، يروحوا هما يتابعوا ويشوفوا المباريات ويعطوك المعلومات والاحصائيات. الناس هادو مازالوا متاخرين، وسببهم انه جمال بالماضي قاعد في الجزائر دايرين سبب فقط لا اكثر ولا اقل، المهم باش يلقاو سبه باش يتكلموا على بالماضي. وتتافي دوك جمال ساقط، عنده واحد ديفوا، عنده واحد طريقه بالك ما اللي خلاته بالك يتقلق بزاف مع الاعلاميين، وهما ايزون بروفيتي دو لوكازيون حبوا يكبروها باللي هذا انسان جزائري ويحب الجزائر ويحب. نهار الناس ما كانش تجي في ليكيب ناسيونال هو جا كيلعب معنا براس كاع دي لوكو، يافي دو جوار ولا اللي كان هو كيلعب في المستوى العالي، يافي دي جوار اللي كانوا يلعبوا بالك في دي دو وكدايا اللي كانوا يجوا نيفو تاعهم هذا. مي جمال كان يجي الوقت هذاك وانسان مربي،
تما كي تكسر مع بالك ما بيش ولا مدير ولا انت كان عندكم كذا سارت يتنرفز كيما انا كلاعب ونرفز في التيرا مي اوندور باسكو واحد لي ان غانيور سي توجور كوم سا يتقلق باسكو شلا دينيير فوا قال لك ما في الجامع يصوني التليفون نو مي في الجامع احترم الامام واحترم الصلاه ماشي تخلي التليفون يصون. هذا امر منطقي كلام بالقائد جميل ورائع جدا اللي يتكلم فيه على جمال بالماضي عندما جاء ويلعب كلاعب مع المنتخب الجزائري في ذاك الوقت العديد من اللاعبين اصحاب الجنسيات المزدوجه كانوا يتكبروا على الجزائر ويرفضوا رفض تام يقولك ما نجيش ما نلعبش في الجزائر وكانوا يخافوا ذاك الوقت باش يجيوا حتى للجزائر لانه كان هناك مشاكل في الجزائر كانوا ما يحبوش يجيوا. جمال بالماضي جاء ولعب في الجزائر وقدم للجزائر كلاعب وحاليا راه يقدم كمدرب. هذا الشيء اللي موش عاجب اعداء تاع جمال بالماضي او اعداء المنتخب الجزائري زائد على ذلك المشاكل تاع الصحافه انه جمال بالماضي نشوفه مش هو اللي عنده المشكل مع الصحفيين. جمال بالماضي فقط يرد على الصحفيين لكل فعل ردة فعل لانه الصحفيين ما احترموش انفسهم باسئلتهم المستفزه او بالهاتف النقال اللي يرن داخل الندوه الصحفيه من باب الاحترام. انت كي تكون جالس مع واحد او جالس في مجمع مريح فيه انك تحترم هذاك المجمع وفي انسان يلقي يتكلم درس او ندوه صحفيه او اي شيء من الاحترام انك تطفي التليفون او تديره السيلونسيو وتحطه في جيبك. هذا الامر ما راحش ياثر. تحضر الندوه الصحفيه نصف ساعه او ساعه حتى ولو كانت هذا الامر ما راحش ياثر عليك ولكن الصحفيين يديروا هذا الامر بالعاني ويكرروا هذا الامر بالعاني من اجل استفزاز جمال بالماضي باش يدير ردة فعل ويتنرفز ويتقلق منهم ويكلاشيهم ويتكلم معاهم باش هما يديروا البوز لا اكثر ولا اقل لانهم هما يحوسوا على هذه الامور. صحافة العار يحبوا شكون يطيح لهم قدرهم بالمرخص. الامام ما يحبش الخطبة يقول لك طفي تليفون مي لو كان جات باش يحبس يقول لك ايه تليفون شويه احترام مي هو اشاك فوا اشاك فوا انا نفهمها لي جورنال شحال يكونوا 50 40 شحال يكونوا مونير ما يكونش 2000 40 50 باس توجور لي مام يتبدلوا زوج اللي قال اختار زوج نورمالمون الناس تفهم. انا دوكا دخلت انا في ليميسيون ديالو سيلونسيو بلا ما قلت لي هو بالك يفهمها وبتات صح واش بلي راه مي فون اكسبري باش يديروا به حكايه تاع شهر اشاك فوا نو خليه يخدم الجيريا عندي فريق وطني. هذا انسان في شحال عنده دوك اربع سنين في الفريق خمسه 2018 جاب لك كوب دافريك ماشي عنده 50 سنه باش دينا كوب دافريك في طرا كاطرو عندنا كوب دافريك عاد كيما قال لك اربع سنين فقط اربع سنوات جاب لك كاس افريقيا. كاين ناس عندهم 40 سنه 50 سنه ما شافوش كاس افريقيا ما يعرفوش كاس افريقيا. اول كاس افريقيا داوها كي كان الاربيتر يصفر بيدو. جمال بالماضي مدرب كبير مدرب جيد صحافة العار لازم عليهم يصلحوا أنفسهم.